ينضم إلينا الآن القاهرة الخبير في الشؤون الإفريقية والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة الدكتور محمود زكريا. دكتور محمود، أهلا بك معنا. كيف يجب قراءة هذه المعلومات وضمن أي سياق وحتى إطار يجب وضعها عندما يكشف الجيش عن تورط مواطنين أمريكيين وحتى بريطانيين في محاولة الانقلاب الفاشلة؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. المشهد السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعني يسيطر عليه حالة من الضبابية وحالة من عدم الوضوح في تفاصيل ما جرى من محاولة انقلابية يعني خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا في يوم الأحد الماضي الموافق 19 مايو الجاري. الكثير من الروايات، الرواية الخاصة بالجيش تختلف في بعض التفاصيل عن بعض التقارير المحلية الواردة من بعض المصادر، لكن يعني يمكن فهم يعني كل هذه يعني الأمور في ضوء أن الكونغو تمر بحالة من الاضطرابات السياسية الداخلية، لعل مؤشرات ذلك تنامي حجم المعارضة السياسية ضد الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، ولا سيما بعد أن حسم مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر من العام الماضي. هناك معارضة وهناك حالة من الاعتراض على مدى نزاهة وشفافية هذه الانتخابات. يتزامن ذلك مع تصاعد الانشقاقات الداخلية في الائتلاف والحزب الحاكم بشأن هوية المرشح الذي يعني سيمثل هذا الحزب الحاكم في رئاسة الجمعية الوطنية أو البرلمان في الكونغو الديمقراطية. يعني كان من بين الأسماء المطروحة بشدة هو طبعا نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الحالي فيتال. يعني كان من المفترض أن تجرى الانتخابات يوم السبت قبل الانقلاب بيوم واحد، ولكنها تم إرجاؤها يعني نظرا لعدم التوافق يعني على هوية هذا المرشح. الأمر الذي يعني دفع الرئيس ربما يعني قبل الانقلاب بساعات قليلة وربما بيوم على الأقل أن يعلن احتمالية أن يتم حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات نيابية جديدة في الكونغو الديمقراطية. كل هذه التفاصيل تتزامن مع أن الكونغو يعني تمر بوضع ليس جيد على المستوى الأمني، ولا سيما أن الكونغو لديها لا يقل عن نحو 120 حركة مسلحة، ولعل طبعا من أبرزها حركة 23 مارس التي تنشط بشدة في شرق الكونغو، إلى جانب طبعا تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخلية. بالتالي هل ترى بأنه يعني هناك من ذهب في تحليلات ويقول بأن الموضوع هو عبارة عن يعني تصفية حسابات داخل الحزب الحاكم، موضوع من سيتولى رئاسة البرلمان، حتى الطريقة التي نفذ بها هذه المحاولة وهذا الهجوم بمهاجمة مقر إقامة وزير الاقتصاد؟ ألا نتساءل هنا عن التوقيت والطريقة التي بدأت فيها محاولة الانقلاب؟ يعني دعينا نؤكد في هذا الإطار أن يعني الآليات التي أو التفاصيل التي يعني تم انتهاجها في تنفيذ هذه المحاولة الانقلابية يعني ليست هي المعتادة في الحالات الانقلابية التي شاهدناها في مثلا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لأن قوام العناصر التي نفذت هذه المحاولة الانقلابية لا يتجاوز تقريبا نحو 50 عنصرا أو 50 عنصرا. يضاف إلى ذلك أن المقرات التي استهدفت لم يكن من بينها مؤسسات عامة في الدولة، مثلا مقر الإذاعة والتلفزيون، مثلا بعض المؤسسات السيادية والمركزية في الدولة، فقط الأمر كان قاصرا على يعني مقر إقامة نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الحالي فيتال، إلى جانب قصر الأمة اللي هو القصر طبعا الرئاسي ومؤسسة مهمة. ولكن معتاد في الانقلابات العسكرية في البيئة الإفريقية أن نشهد يعني استهداف للمؤسسات السياسية والمركزية الرئيسية في الدولة بشكل كامل على التوازي في نفس التوقيت. ربما هذه التفاصيل جعلت التقارير تتحدث عن أنها ليست هنا معلومة يعني ربما محاولة انقلابية تغير النظرة
يعني لمحاولة الانقلاب هذه تحديدا دكتور محمود، أن يتم الكشف عن ضلوع مواطنين أمريكيين وحتى بريطانيين، يعني لن يخرج هذا الموضوع خارج سياق فقط جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن هناك من سينظر لهذا الموضوع بمفارقة بأن الولايات المتحدة وحتى بريطانيا التي دوما تدين أي تدخل في شؤون دول أخرى تجد نفسها اليوم متورطة في هذا الموضوع محاولة انقلاب. نعم، يعني صحيح الـ يعني على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش الكونغولي تم الإشارة إلى وجود ضلوع لبعض العناصر الأمريكية أو الأجنبية يعني وتحديدا الأمريكية في تنفيذ هذه المحاولة. هذا الأمر في تقديري لا يمكن أن يتم استبعاده من تفسير المشهد السياسي أن هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الأطراف الأخرى الخارجية، يعني كريستيان مالانجا وهو الذي تشير إليه يعني التقارير بأنه المتسبب الرئيسي في تنفيذ هذه المحاولة والذي تعرض إلى الاغتيال جراء المواجهات مع الجيش الكونغولي. يعني هناك بعض المصادر التي تشير أنه يحمل الجنسية الأمريكية وأنه عاش لسنوات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بعد أن أنهى مهمته العسكرية في الجيش الكونغولي خلال فترة عمله الممتدة من عام 2006 حتى العام 2010. وربما كريستيان مالانجا يعني سبق له أن نفذ محاولة انقلابية يعني سابقة في العام 2017 وأنشأ حكومة للظل في بروكسل في بلجيكا لمعارضة النظام السياسي الحاكم. كل هذه التفاصيل لا يمكن أن تنفك أو أن تفهم بعيدا عن سياق التنافس الغربي الروسي على النفوذ في القارة الإفريقية، لأن الوجود الغربي وتحديدا الفرنسي والأمريكي يشهد قدر كبير جدا من التراجع. يعني في النيجر القوات الأمريكية يعني على وشك أن تنسحب بشكل تام، لأن يعني الجانب الأمريكي أعلن أن القوات الأمريكية سوف تنسحب في سبتمبر من العام الجاري. أيضا فرنسا انسحبت من النيجر وقبلها من مالي وبوركينا فاسو في منطقة الساحل الإفريقي، وبالتالي هناك تكالب على التنافس والزعامة السياسية والاقتصادية في القارة الإفريقية. شكرا لك دكتور محمود زكريا الخبير في الشؤون الإفريقية والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.